على مداخلته. الآن الكلمة للدكتور عبد المجيد بوكاري تحت موضوع مخطوطات الأجوبة الطبية لعبد القادر بن شكرون المكناسي، قراءة في المنجز الطبي بالمغرب خلال القرن 18. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. بداية أود أن أتقدم بشكري الجزيل للجنة المنظمة على دعوتها الطيبة للمشاركة في هذا المؤتمر. نتمنى لهم كل التوفيق. اخترت موضوعا لمداخلتي في هذا المؤتمر مخطوطة الأجوبة الطبية لعبد القادر بن شقرون المكناسي، قراءة في المنجز الطبي خلال القرن 18 للميلاد. يروم هذا البحث تقديم قراءة في المنجز الطبي بالمغرب خلال القرن 18 من خلال مخطوطة الأجوبة الطبية للحكيم عبد القادر بن العربي بن شقرون المكناسي، متوفى في حدود 1140 للهجرة 1727، طبيب الحضرة الإسماعيلية. وقد وقفنا على مستخرج من أصل هذه الأجوبة بخط الحسن بن بنداود الشرقاوي، وهي عبارة عن أجوبة عن رسائل شيخ زاوية أبي الجعد محمد الصالح الشرقي، متوفى عام 1139-1726، حيث كان يستشيره في مسائل طبية عارضة سواء تعلق الأمر بصحته أو بأسرته أو بأتباعه، بحكم أن شيخ الزاوية، وكما تفضل أحد الإخوة في أحد البحوث، أن الزاوية كانت من مهامها وهي التداوي والعلاج، لذلك فكان الشيخ الزاوية أيضا يستدعي خبرات طبية ومجموعة من الأطباء للقيام بهذه المهمة والإشراف الطبي على بعض الحالات في هذا. ينتظم هذا البحث في مسلكين، المسلك الأول التعريف بابن شقرون، والمسلك الثاني الحديث عن أجوبة الشقرونية، ونجيب خلال ذلك على بعض الأسئلة المرتبطة بسياق الأجوبة وما تطويه من قيم حضارية واجتماعية واقتصادية وصحية، وأهميتها في الكشف عن بعض معالم الفكر الطبي خلال القرن 18 بطبيعة الحال، وما تتيحه من إمكانيات لفهم السلوك الاجتماعي إبان الأزمات والأمراض، وكيف كيف الطبيب المعالج معارفه الطبية مع مقتضى الشرع والدين. لن أخوض في التعريف بابن شقرون، فقد ربما كثير من المصادر التاريخية وعلى رأسها الأنيس المطرب للعالمي وإتحاف أعلام الناس لبن زيدان توقفوا عند هذه الشخصية، وأوردوا كثيرا من إنتاجه الأدبي والعلمي، ولكن أريد أن أتوقف عند المصادر الشرقاوية، بمعنى أن المصادر الشرقاوية قد اهتمت بهذه الشخصية باعتبار أن الشيخ عبد القادر بن شقرون المكناسي أقام مدة طويلة في أبي الجعد بعد المحنة التي تعرض لها في بلاده. يقول صاحب الروض، هذا كتاب الروض ديانع الفائح في مناقب أبي عبد الله محمد الصالح لمحمد بن الحسن المعداني، ألفه في شيخ الزاوية الشرقاوية محمد الصالح الشرقاوي. أقتطف من هذا الكتاب هذه الإشارة التي تدل على قيمة هذا العلم وأهميته في الثقافة المغربية، سواء من الناحية الأدبية أو من الناحية الطبية.
قال: كان من أهل العلم والأدب الكامل، له معرفة تامة بالطب وغيره من الوسائل، وكانت له محبة في الشيخ يعني محمد الصالح، يتردد إليه من مكناسة الزيتون، ويتعرض لاقتطاف أزاهر روضه الهتون، وله في معالجة ما نزل به من الأسقام نشاط واغتباط يجيبه عن كل ما نزل ويلاطفه ما سأل. إذن هذه المصادر الشرقاوية تعرضت إلى حيثيات الاستقرار في بن شقرون في مدينة أبي الجعد بالزاوية الشرقاوية، وهذه الفرصة قد اغتنمها شيخ الزاوية الشرقاوية، وكانت مناسبة لإحداث الدرس الطبي بالزاوية الشرقاوية. معنى أن قبل قدوم الشيخ بن شقرون لم يكن شيخ الزاوية يفكر، أو لم تكن هناك ترسيم لهذا الدرس بالزاوية الشرقاوية، وإنما كانت هناك علوم أخرى، فكانت هذه البداية مع زيارة ابن شقرون للزاوية الشرقاوية. وما سأتجاوز كثير من الأمور وأصل إلى الحديث عن الآثار الطبية لابن شقرون. صنف ابن شقرون المكناسي في علم الطب مصنفات عديدة ضمنها بعد تجاربه في الصناعة الطبية، نذكر منها النفحة الوردية في العشبة الهندية، وهو من أهم الكتب التي ألفت في علم النبات، ثم كتاب منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير. هناك منظومة أخرى، وهذا تأليف المنظومات هو شكل شائع في الثقافة المغربية، بحكم أن هذا النمط التعبيري كان يسهل تداول المعرفة، وكان هو ليس فقط مختص في الطب ولكن في سائر العلوم، وقد استمعنا إلى كثير من المحاضرات في هذا الشأن. بن شقرون كانت له منظومات كثيرة، من بينها منظومة في الأيارجات، أي هذا الأياريج وهو لفظ يوناني معناه المسهل، وكل مسهل عند الأطباء يسمى بالدواء الإلهي، وهي منظومة طويلة. ولكن أريد أن أتوقف قليلا عند منظومة مهمة، وربما السادة الأساتذة أيضا دكاترة في كلية الطب يعلمون بشأن هذه المنظومة، وهي المنظومة الأغذية. منظومة الأغذية لابن شقرون، وقد ألفها بإشارة من الشيخ محمد الصالح الشرقاوي، بمعنى أن حتى شيوخ الزاوية الشرقاوية أيضا كان لهم اهتمام بالصحة وبالعناية بالصحة بشكل عام. وهذه المنظومة هي عبارة عن أفرد فيها القول على منافع الغذاء وطبائع كل صنف من الأصناف وما يوافق المزاج في الفصول الأربعة، بمعنى أنه تحدث عن كل فصل على حدة وما يلزم الشخص في هذه الفصول، من لأن بعض المواد لا توافق المزاج مثلا في بعض فصول السنة، فلذلك كان يتوقف عند هذه المسألة، وهي ربط أيضا الغذاء بالمزاج وأشياء أخرى. فتجد في هذا الكتاب أو هذه المنظومة هي معجم كذلك لاصطلاحات المغاربة في النبات، فتحدث عن الخضار والبقول وغالب المأكول من اللحوم والدجاج وغيرها من الأمور التي تحدث عنها أو أثارها بعده. وهذه المنظومة ربما هي كانت نشرت في ربما نوقشت في السبعينات في أعتقد في فرنسا، هذا دكتور التازي 1984، هذه نشرت سنة 84 أطروحة. إذن هي ولكن هذا العمل
حبذا لو أحد الأطباء المختصين في التغذية يرجع إليها ويراجعها، لأن فيها كثير من الأخطاء، لأنها مع الأسف لم يستقصي هذه المخطوطات أو النسخ المخطوطة لهذه. فالخزانة الحسنية تقريبا فيها أكثر من 20 نسخة، وبالتالي فيمكن لكثير من هذه النسخ، وحتى في الزاوية الشرقاوية الشرقاويين يهتمون بهذه الأرجوزة، وعندهم في تقع هذه المخطوطة في مجموعين طبي كان في أبي الجد، والذي نبه إليه هو شيخ الرحالة محمد عبد الحي الكتاني حينما زار زاوية أبي الجعد سنة 1915، وطلع على الكناش الطبي، بمعنى أن حتى الشيخ نفسه الشيخ محمد صالح الشرقاوي كان له اهتمام كبير بالطب وبالصحة، فلذلك كان عنده كناش طبي يصفه الشيخ محمد عبد الحي الكتاني، يقول: أوقفني الفقيه الحسن بن داود على كناش طبي بخط جده الشيخ سيدي صالح، هو الذي تحدثنا عنه، استنسخ فيه أرجوزة ابن سينا الطبية وأرجوزة ابن الخطيب وغيرهما، وهمشهما ببعض الفوائد، بمعنى أن الرجل فقط لم يكن قارئا عاديا، ولكنه كانت أيضا له بحوث في المسائل الطبية، ويرجع إلى كتب الطب ليبين. وهذا وقفت على كثير من المنتسخات التي كانت في ملك الشيخ محمد صالح، فكلها تقريبا تجد فيها مهمشة، وبالأخص هو كان يتوقف عند المصطلح، لأن كثير من المصطلحات التي متداولة في المشرق ربما المغاربة لا يفهمون معانيها، فهو يعطي المصطلحات التي المعروفة عند المغاربة وعند الأندلسيين، وأحيانا يورد كذلك اصطلاحات اللسان الأمازيغي، ولذلك فهذا أيضا يبين حتى هذا الاهتمام بالمسألة الطبية في عند شيخ الزاوية الشرقاوي. قلنا هاد المخطوطة هي عبارة عن رسائل، وميزنا فيها بين رسائل تامة وتستوفي الرسائل هاد من حيث البناء، فهي إلى جانب مضمونها الأساسي المتعلق بالوصفات الطبية والتعليمات المتعلقة بها، تضمنت أمورا لها تعلق بالجانب الاجتماعي من اطمئنان على الحال وبعث السلام إلى من له اتصال بالشيخ. وهناك أيضا رسائل أخرى هي عبارة أو مختصرات، لا ندري إن كانت هذه في الأصل هي مختصرة أو عبارة عن بطاقات فقط دخلت مباشرة إلى الموضوع وحددت موضوع المسؤول عنه، أو أن الناسخ نفسه تصرف في هذه الرسائل فنقل فقط ما يتعلق بالمسألة الطبية. ربما إذا وقفنا عند نسخة أخرى مثلا من هذا، ربما يمكن أن أو النسخة الأصلية التي نقل منها، ف دقيقة. إذن مقاربة بعض العناصر الطبية التي انتهت إليها المعرفة الطبية عند الأستاذ بن شقرون يمكن أن نجملها في مجموعة من الأمور. أولا، مراعاة الأمزجة في وصف الدواء، وهي من القواعد الطبية أيضا عند القدماء وطورها الشيخ بن شقرون. ثانيا، مراعاة خاصيات الأدوية، فلا بد من مراعاة خاصيات الأدوية المركبة والمفردة عند التداوي. مراعاة ميول النفس، وهي بطبيعة الحال من الأمور التي توقف عند الشيخ، فكان ينصح هذا مخاطبه المريض إلى الانبساط وإلى الاتساع وإلى الحركة وعدم الركون إلى هذا المرض.
هناك كثير من القضايا التي عالجناها في هذه وهذه مسألة ديال أيضا حتى المصادر المعرفية التي اعتمدها الشيخ، بحيث أن حتى في البلاغة وهي ما يسمى بمراعاة مقامات التخاطب، أن حتى الطبيب أنه يعرف أنه يخاطب شخصا عارفا وعالما وله معرفة بالمسائل الطبية، لذلك فهو كان يحدد حتى المصادر، مصادر مثلا التي كان استدعى الأمر للرجوع إليها، مثلا مثل أنطاكي أو ابن سينا أو غيرها من المؤلفات الطبية. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا الأستاذ عبد المجيد بوكاري.